السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أخوكم نديم بتعلم الرسم. إن شاء الله يا أخوتي اليوم راح نرسم ثلاثي الأبعاد، إن شاء الله يكون بسيط وسهل. ملاحظين أنا راح نستخدم أي شيء نعمل بشكل دائري، يعني توفر عندك تقدر تساوي الشكل هذا دائرتين ملاحظين بهذا الشكل. وراح نبدأ نعدل الورقة بهذه الطريقة ونبدأ نعمل خطوط باتجاه واحد، كلها تكون تقريبا نفس الاتجاه ملاحظين. راح نبدأ نعمل هذا الخط، نبدأ خط ثاني بهذا الشكل، يعني كلها بنفس الاتجاه يعني بشكل مائل بهاي الطريقة ملاحظين. يعني انت علشان تعرف الرسمة الخطوط تكون باتجاه واحد، ملاحظ ان المسافات بين الخط والخط كلها تقريبا شبه يعني تكون قريبة من بعض بهذا الشكل. كانك تستخدم المسطرة إذا أنت يعني صعب عليك أنك ترسم أو بدون مسطرة، بتستخدم المسطرة علشان الرسم تطلع معك بالشكل الصحيح. طبعا إحنا نرسم بورق على ورق طباعة وقلم خط عربي سريع النشفان. كانكم ترسموا بأي شيء متوفر عندكم يعني غير القلم، يعني بإمكانك ترسم بقلم رصاص إذا صار عندك أخطاء أو صار عندكم أخطاء يا أخوتي، تقدروا أنتم ترسموا بقلم رصاص. راح نكمل الرسمة لاحظين، راح نبدأ نلون باللون الأحمر أو بإمكانك تستخدم أي لون. راح طبعا نسرع الفيديو علشان إحنا ما يكون الفيديو طويل عليكم. بعد ما ننتهي من التلوين بهذا الشكل، الخطوة اللي بعدها يا أخوتي راح نبدأ إحنا في التظليل في قلم فحم. إذا مو متوفر عندك قلم فحم راح تستخدم قلم رصاص عشان تبدأ ترسم الرسمة، أو يعني بدال قلم الفحم تقدر تظلل بقلم رصاص إذا مو متوفر عندك قلم الفحم. وأنا أفضل قلم الفحم، أسرع للدمج بيكون أفضل. البلاستيكة هذه اللي أمامكم اللي بشكل دائري علشان يسهل عليكم التظليل ملاحظين، راح نضعها بهذا الشكل ونعمل دائرة ثانية ونبدأ نظل الأماكن اللي احنا علمناها بهذا الشكل علشان الأمر يكون سهل عليكم يا أحباب. راح نبدأ نظل هذا الجزء احنا اللي طبعا عملناه بشكل دائري، هذا الأمر سهل بكون عليكم أكثر. ونبدأ ندمجه بأي قماش. بتمنى يا أخوتي دعمونا على هاي القناة وتعملوا اشتراك، كمان بإمكانكم تفعلوا زر التنبيه علشان أوصلكم إشعارات المقاطع اللي حملها. أكيد الكل ما راح يقصر، الله يسعدكم. ملاحظين يا أخوتي، يعني الأمر إن شاء الله بنحاول يكون الرسومات تاية تكون سهلة وبسيطة، يعني ما راح تكلف عليك شيء. عبو ورق طباعة والأقلام متوفرة في المكتبة، أي أقلام متوفرة عندك، أقلام سبورة، أي أقلام، يعني مو شرط زي الأقلام اللي أنا استخدمها، بس تكون أفضل أنها تكون سريعة النشفان عشان ورق الطباعة ما راح يتحمل الألوان المائية. فالألوان اللي سريعة النشفان تكون أفضل على الرسم على ورق الطباعة. كمان قلم الرصاص إنك ترسم فيه كويس إنه يكون على ورق الطباعة، يعني مو شرط إنك ترسم هاي الرسمة بألوان، كانك تستخدم قلم الرصاص ترسم هاي الرسمة لحتى تلونها بقلم الرصاص، في النتيجة إنك تأخذ الشكل الصحيح للرسمة. ملاحظين بعد ما ننتهي من التظليل راح نبدأ ندمجه بقماش او منديل اي منديل متوفر عندكم، تبدأ تدمج فيه وتظلل هاي الاماكن بهذا الشكل. تابعوا الرسم البداية للنهاية ان شاء الله تكون سهلة وتنال اعجابكم يا اخوتي. كان معكم اخوكم نديم يتعلم الرسم، السلام عليكم ورحمة الله.